وبأولى فقراتنا لليوم حنروح لنحكي عن الموارد البشرية. طبعا هي الموارد أو قسم الموارد البشرية موجود ضمن كل المؤسسات إن كانت عامة أو خاصة، واليوم أي شخص أو صبية حابب أنه اليوم يتوظف بهذا القسم مفروض يمتلك مهارات كتير واسعة. اليوم القصة مو بس استقبال استقبال طلبات التوظيف، في مهارات اليوم لازم يمتلكها الشخص. صحيح، وموظف المهارات البشرية لازم يكون بيمتلك كثير من المهارات، ومو بس بيستقبل طلبات التوظيف، لا عنده كثير شغلات وبعدة أقسام كمان. في كثير أقسام بمؤسسة الموارد البشرية لحتى نتعرف عليها اليوم مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الأستاذ لؤي الموحد، مدرب تأهيل وموارد بشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. الله يسعد صباحكم يا رب، صباح الأمل، صباح البدايات، صباح الانطلاقات، صباح الخير، صباح الطاقة الإيجابية. دائما البدايات هي بتكون متفائل فيها يعني. تماما. وقت اللي عم نقول لموارد بشرية عم نحكي عن قسم كتير مهم، خلينا نقول هو عصب جدا مهم ضمن المؤسسة، يعني اليوم هو مسؤول عن أكثر من قسم. خلينا نتوسع شوي ونحكي عن أقسام اللي بيشملها بالموارد البشرية. تماما. هلا الموارد البشرية بتتعدد لعدة أقسام، منها قسم الاستقبال يلي هو مسؤول عن استقبال العملاء أو الزوار للشركة أو الموظفين اللي جايين جداد. هذول دائما بيكون لهم أهمية كبيرة، ودائما بيطلب منهم الناس، عفوا الموارد البشرية بيطلب منهم إنه يكون عندهم مهارات تواصل لذو مظهر لائق وكذا، وهذول التفاصيل لأنه هن ضمن الاستقبال، فلازم يكون عندهم هذول الموضوع. في عندنا قسم ثاني اللي هو قسم التدريب والتطوير، هذا قسم كتير مهم موجود بالشركة، لأنه دائما نحن في شيء عنا اسمه مسار وظيفي، يعني لازم الموظف بس فات على الشركة ما يكون بعد 10 سنين هو بنفس المكان، ما يكون بنفس الخبرات، ما يكون بنفس الشيء اللي هو موجود فيه، لا لازم يتطور، يشتغل على موضوع تدريبه. فبيكون قسم كتير كبير وكتير له أهمية بأنه أنا أدرب هذا الموظف، أني أعطيه مهارات، أني أنا أسقل الخبرات اللي عنده، فهذا أحد الأقسام هي الموجودة. في قسم كمان اللي هو قسم التوظيف، هذا قسم كبير بده تدريب كتير، بده مهارات عالية كتير كبيرة، لأنه قسم التوظيف له أهمية كتير كبيرة بالشركة. اليوم إذا أنا وظفت شخص غير مناسب فهو شخص أساء لمؤسسة أو شركة كاملة، فما حيسيء لشخصه وله هو أساء، مثل إذا تعاملنا مع أي شركة معينة تواصلنا معها صار في خطأ معين من الموظف أو غلط على التليفون، فهو الشخص شو بيقول؟ شركة فاشلة، شركة مو منيحة، فما لح يحكي لا باسم الموظف ولا اسم مدير معين ولا مدير موارد. هذا كتير مهم بقسم التوظيف. في عنا كمان قسم التقييم بيشتغل كمان على نفس الموضوع، وكمان في حال تم التوظيف غلط كمان أول الموظف تعين صح كان جيد، بمرحلة ما الموظف بيتغير إنسان قابل للتغير أو ما عاد عنده الشغف ليشتغل أو خلص هو بده مثل هذا أسلوب إنه يطفشوني خلص أنا ما بدي. فأنا هون كتير لازم أكون دقيق بعمليات التقييم، أو شخص عنده خبرات كبيرة عم يشتغل ولكن إجا تقييمه مثلاً لنفرض هو بالمعلوماتية، فإجا تقييمه سيء، بنشوف نحن شو السبب، قد يكون هو ما حسن يتطور مع الشيء التطور اللي صار فبعمل له دورات، أو قد أكون أنا كشركة أنا الخطأ أنه أنا ما عندي الإمكانيات، مثلاً أنا مالي حاطط له اللابتوب الحديث اللي مثلاً الذكاء الاصطناعي، شفنا اليوم اللابتوبات اللي لازم تشتغل عليها لابتوبات كتير خارقة من المواصفات، فأنا مثلاً ما حطيت له إياه، طلبت انك تشتغل على الذكاء الاصطناعي اكيد تقييمه حيطلع سيء ولكن انا السبب. في عندنا قسم الرواتب والمكافآت، قسم الرواتب بشكل عام لازم يكون مواكب العصر الموجود اللي احنا فيه رغم الظروف والصعوبات، بس اقل شيء الحد الادنى. يعني المكافآت هون بتكمل اهميتها، انا لما شخص بيقدم لي شيء كثير منيح فبقدم له مكافأة معناتها انا حفزته انه يقدم، طبعا الله يعطيك العافية وشكرا وكثر خيرك، هي ما بدنا اياها، هي بتقولها مع مكافأة او بتقولها مع ترقية او مع شيء لو كان معنوي تماما. فانا اليوم اللي بحفزه معناته قدم لي، اما قدم وعمل لي فكرة ابداعية او شغلة منيحة او طلع تقييمه الاول بقول له الله يعطيك العافية، لا مو هيك، انا بدي يكون عندي مكافأة، بدي يكون عندي ترقية، بيكون عندي نقل، لو كان اليوم انا على مستوى عمودي عم نحكي او افقي أنا نقلته لشيء أحسن، لشيء أريح، لشيء أكبر، تمام؟ فهذول اللي هن أهم أقسام موجودين بالموارد البشرية. بيقدر موظف الموارد البشرية بشكل عام أنه يقوم بهي المهام بعدة أقسام، ولكل قسم له عمل خاص أو آلية تدريب، بيكونوا الموظفين مثل ما ذكرت أنه متدربين لكل قسم، ما بيقدروا يشتغلوا بقسم ثاني؟ تمام.
هلا بشكل عام غالبا يعني هو المدير الموارد لازم يغطي هدول الاقسام كلهم يكون عنده خبره. الفكره بس اليوم تختلف من حجم الشركه او حجم المؤسسه اللي هو فيها، يعني اذا بدنا ناخذ مثلا عندنا شركه لانفورد سريتيل افرع كذا، ما في موظف واحد يغطي حتى المبنى نفسه. فاكثر شيء عند قسم التخطيط هذا بده موظف خاص فيه يتفرغ، قسم التوظيف بده موظفين خاصين، قسم التقييم لحاله بده مو بس موظف، بده عدة موظفين بس ليشتغل على موضوع التقييم لأنه بيحمل صعوبات وترتيبات ودراسات. إذا كانت الشركة صغيرة إيه ممكن يحمل قسم قسمين ثلاثة، ولكن إذا شركة كبيرة لا، صعب جدا لأنه أعداد كبيرة، مسؤوليات كبيرة، ويطلب الدقة، يعني دائما الدقة بهذا الموضوع والدراسة والتفرغ بتطلع لنا نتيجة مهمة اللي هي أهم شيء اليوم بالشركة، الموارد البشرية. صحيح تماما. كرمال هاي الكلمة إنه هي أهم شيء، فكتير مهم اليوم يكون الأقسام شاملة يعني بأكثر من موظف، يعني كمان اليوم الضغط والإرهاق ممكن يعمل خربطة ضمن القسم وقت بيكون حد شخص واحد مسؤول يعني. تمام. خاصة إذا عم نحكي عن مؤسسة كبرى، خلينا نروح للفروقات نحكي بين التنمية البشرية والإدارة بالتنمية البشرية، شو هي أهم الفروقات بيناتهم؟ تمام، سؤال حلو كتير لأنه كتير في خطأ عم يصير إنه موارد للتنمية مو نفسها بشرية فصير خربط. هلا الموارد البشرية هي وظيفة ضمن الشركة، هي إدارة ضمن قطاع الشركة، محصورة ضمن الشركة، فهي بتشتغل على موضوع الموظفين، على تدريب الموظفين، على خطط بتخص الشركة والموظفين، تشتغل على تقييم للموظفين والشركة، فدائما هي بكل مجالاتها منحصرة ضمن الشركة، وظيفة ضمن الشركة. الدوام ساعات الدوام. تماما. البصمة أهم شيء. هذول أهم شيء. فكل ما يتعلق بالموارد البشرية هو ضمن الشركة، ولكن إذا تنمية بشرية إحنا عم نحكي على دراسة مجتمع، يعني إحنا على تطوير مجتمع بكامله، على دراسات استراتيجية، دراسات لسنوات بعيدة. هلا الموارد البشرية حتى لو عملت دراسة تعمل دراسة ممكن لسنة 2 3 4 بس ضمن الشركة. أما اليوم وقت نحكي تنمية بشرية وعم نحكي على مجال استراتيجي فنحن عم يعملوا دراسة لخمس سنين على مجتمع بأكمله، قد يكون ضمن دولة قد يكون ضمن أكبر من دولة. طيب هي التنمية البشرية اليوم إذا بدنا نقول كمان في الفرق، هي بتنمي مهارات لأي شخص كان بالمجتمع، بتأمن فرص دورات لأي شخص كان بالمجتمع. تدريبية. تماما. أما اليوم الموارد البشرية ضمن الشركة أوكي ممكن دربك، خارج الشركة ما لهم علاقة فيه. تمام. تنمية بشرية بتشتغل بتدرس المجتمع، بتشوف نقاط الضعف والقوة والحاجات الجديدة الموجودة، الأمور الجديدة الطالعة، المواكبة. التنمية البشرية عفوا الموارد البشرية تدرس المواكبة ولكن بما يفيد الشركة، بما يفيد مصلحتها الشخصية كشركة، وبتنمي الشركة، يعني هي بتشتغل مثلا بمجال العلاقات قطاع الشخصي، يعني خلينا نقول على المستوى الشخصي. تمام، ولكن بما يخدم الشركة. أما التنمية البشرية بما يخدم الإنسان بكل مجالات الحياة، اشتغل على موضوع القوة الشخصية، إدارة بحر ما فينا نعود نعدهم، هن طويلين جدا. هذا الفرق الشاسع بيناتهم. المصيبة لما بيجي شخص بيقول لكم الموارد البشرية نفس التنمية البشرية، لا فرق كبير، ولكن هل هن في ترابط بيناتهم؟ في، لانه الموارد البشريه بتشتغل على انه تطور الموظف، تطور المهارات، تعطيه دورات، تترابط بهذا الموضوع مع التنميه انه تطور المهارات بتطور، فدائما في تواصل بيناتهم. دائما لما بتحتاج الموارد البشريه دورات تتصل مع التنميه البشريه، بيعطوهم بقى المهارات الخبرات الموجوده، او اذا كان بمجال المعلوماتيه او كذا او ذلك فبيتصلوا مع المختصين ليقوموا بدورات وتحسينه. خلينا نحكي شوي عن اهميه الموارد البشريه بشكل عام. تمام. اليوم كل شركة سبب نجاح وفشل الشركة هو قسم الموارد البشرية بشكل أساسي، وعالميا وبعلم الإدارة يجب أن يكون المدير العام هو موظف موارد، عفوا هو عنده هو موظف خبير موارد بشرية. تمام، عنده فكرة يكون. تمام، يكون يعني يكون بصلب الموضوع خبير موارد بشرية. لازم يكون. ليش؟ لأنه أنت اليوم مدير موارد بشرية ومدير شركة، فبأي لحظة أنت بدك تعرف شو الخطط اللي عم تصير. بلحظة ما ماله موجود مدير الموارد، مين ده يشتغل في كوادر بشرية، مين ده يديرها؟ طيب مدير الموارد البشرية هو بعين قسم المالي، بعين قسم كل الأقسام، ولكن قسم مالي ما بعين قسم موارد، لهيك دائما المدير العام لازم يكون موارد بشرية. طيب أهميته الثانية أنه أنا اليوم عندي
طاقة بشرية كبيرة موجودة، إذا أنا ما استغليتها شو صار؟ صار يعني الشركة اليوم خصوصي بظل التطور اللي نحن فيه، بظل التسارع، يعني نحن منلاقي شركات طلعت وإنتاجات طلعت وشغلات هائلة، يعني حتى ما عم نحسن نواكبها من سرعتها. صحيح. طيب فأنا إذا كنت كقسم موارد بشرية ما عم تابع الموظف لحظة بلحظة، ما عم شوف احتياجاته، ما عم خليه واكب التطور، فقولا واحدا أنا وين رحت؟ رحت نحو الدمار. مثل شركة نوكيا لما قررت أنه هي ما تتطور، تضل على نفس الجوالات، خسرت. هلأ بلشت داركت ولا هلأ ما حسنت؟ أكيد لا، التطورات مستمرة، مستمرة ولكن ما حسنت تواكب هذا الشيء وراح الاسم. تمام؟ فأنا شو بدي ساوي؟ بدي ضل أنا مواكب التطور. طيب هذا الموظف اللي أنا عندي بالشركة حيواكب التطور لحاله؟ أكيد لا، ما له مضطر قاعد هو، فأنا بدي أخضعه لدورات. فأنا كمان اشتغلت على موضوع أنه الشركة ناجحة، طورت هذا الموظف. طيب أجيت أنا بمرحلة ما اكتشفت أنه أنا عندي الموظف ما عم يقدم شيء منيح، في غلط، في ما، نرجع على نفس الفكرة اللي حكيناها من شوي، بدي أدرس هل المشكلة من المدير المباشر الموجود عنده؟ قد يكون في أمور شخصية، قد يكون في أمور خارجة عن إرادتهم هنا اثنين. هل المشكلة أنا مني كشركة كإمكانيات، أو هل المشكلة تتعلق بالموظف نفسه والضغوطة؟ فأنا بروح لموضوع الإنسانية وموضوع كمان الموارد البشرية كإدارة. نشتغل مع الموضوع مع الاثنين ندمجهم. أما إذا بدي عامله إنه بس اشتغل قدم اشتغل وقدم وما بيهمني أنت شو، فأكيد لح يروح. تمام. وما رح يضل موجود عندي ولا حيقدم لي اللي بدي إياه، وبأي لحظة بيكون فيها ضغط عمل رح يطلع عندي ردة فعل كتير سيئة، قد تسيء لي كشركة، قد تسيء للناس إذا كان هو موجود على منبر أو كان عم يتواصل مع عالم أو مثلا خدمة عملاء أو أي شيء كان. تمام. فمن هون تطلع أهميته. لسه الأهمية أكبر موضوع التوظيف. طب أنا عندي آلاف، وخصوصي هلأ مثلا خلينا نقول بظل هالظروف فرص عمل قليلة. تمام. وسيفيات كتيرة والشباب عم يدوروا، فأنا أي وظيفة بحطها بأي موقع للتواصل الاجتماعي فأنا عندي آلاف الطلبة. صحيح. فقديش بدي يكون عندي الصبر، الخبرة، الثقافة، المتابعة، التحليل الشخصية لأختار هذا الشخص المناسب، واللي عم ندور عليه هو الخبرات أكثر من الشهادة. دائما الخبرات، الخبرات هو المجال الأول عم يكون، لأنه صرنا بزمن تسارع، زمن بدنا خبرة، زمن بدنا ناس عم تدور، بدنا ناس عم تتطور، جاهزين يكونوا لسوق العمل فورا، لحرب العمل. حرب العمل. إيه والله، بيظل هاي الظروف والتسارع الموجودة هو حرب العمل. والمصيبة الأكبر تبع الذكاء الاصطناعي اليوم هلأ بدها تشتغل على إلغاء كثير من الوظائف، يعني ما يقارب 90,000 وظيفة حاليا محطوط فيهم 41,000 وظيفة جاهزين، وبرا بلشوا يعني استغنوا عنهم بدول برا وأوروبا، في وظائف كتير استغنوا عنها واستبدلوا عنها بالذكاء الاصطناعي. فنحن أمام حرب جديدة جاية وثورة معلوماتية كبيرة، فعنا تغير كبير، فلازم قسم الموارد تتابع هذا الشيء، ننمي هدول الموظفين. طبعا أكيد بدنا نقول للناس بما أنه في 90,000 وظيفة حتروح، في 90,000 وظيفة حتطلع جديدة بدالهم، مثل ما اخترعوا الإنترنت ومثل ما اخترعوا كتير وصارت ثورات معلوماتية، فراحت وظائف ولكن طلع وظائف بداله. فبنطلب من الناس اليوم انه اليوم تعلموا الذكاء الاصطناعي، فوتوا بهذا المجال، تعلموا اهميته، درسوا بمجالات البرمجه شو ما كان مجالكم، لانه المرحله القادمه هي مرحله المعلوماتيه بشكل بحت والذكاء الاصطناعي. تمام. مثل ما قلت يعني احنا رايحين على حرب معلوماتيه وحرب عمل، يعني مع انه شفنا تصريح، ما بعرف اذا شفت على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح ل روبوت ذكاء اصطناعي وعد الناس انه هنن ما حياخذوا فرص العمل، يعني هي كانت من باب الفكاهه، ولكن طلع مؤتمر صحفي يعني تماما. روبوت وقدم تصريح انه هنن رح يعملوا ضمن النطاق المعلوماتي، ما حيقربوا على الناس. يعني طالما نحن عم نحكي عن شخص هو عصب الشركه وهو قادر يفشل وقادر ينجح بمجالات العمل، اليوم هذا الشخص مفروض يمتلك مهارات كثير مهمه ليقدر يمتلك خلينا نقول الامور الاداريه بشكل صح. شو هن اهم المهارات مفروض يمتلكها الشخص بعيدا عن جو المؤسسه؟ انت قصدك استاذه انه يكون الشخص الموظف العادي ولا موظف الموارد؟ الموارد. موظف الموارد. تمام. هلا موظف الموارد لازم يكون عنده قوه الشخصيه ومهارات التواصل بكل ما تعني الكلمه وكل ما يندرج تحت مهارات التواصل، يكون عنده تواصل فعال، يكون عنده قدره على الاقناع، لانه انت اليوم تواصلك مع العنصر البشري وتواصلك مع الجهات الخارجيه، ممكن أن تواصل مع منظمة، مع شركات التأمين، مع شركات أخرى لأنه تتعاقد مع الشركة، ممكن تتواصل مع موظف، فأنت اليوم بده يكون عندك فن الإقناع.
مثل اللي بنشوفه بيجيب له انينه بيقول له اقنعني عبي فيها المي والبحر والمسبح تماما. فهذا فن اقناع. هلا الواحد بالمقابله بتجي جمده شو هذا السؤال، هو عم يعمل اختبار فن اقناع. لازم يكون عنده قدره على حل المشكلات بشكل عالي، مو مثل ما الفكره العامه الموجوده تبع حل المشكلات انه بسمع شخص وبسمع الثاني، لا يكون عنده تعمق بعلم النفس بحل المشكلات، تعامل مع انماط الناس، مع المواقف، مع الوقت المناسب. فهذا كثير شيء مهم بصراحه يجهله الكثير. ولما عم نحن نعمل مقابلات او نشوف الناس بالدورات، ففكره شائعه انه بسمع اول طرف، الطرف الثاني بيجمعهم حلينا. هلا ما بهالبساطه الموضوع، انت عم تحل مشكله على مستوى شركه، على مستوى موظفين، على مستوى شخص بيقول لك انا ما بدي اكون موجود بدي اخليه موجود. فلازم يكون عنده كثير علم بمجال علم النفس، التعامل مع الناس، تحليل الشخصيات، لغة الجسد مطلوبة كتير بخلال مقابلات العمل. شامل معناتها يعني وقت المنفوت لغة جسد وتحليل شخصيات، يعني كمان معناتها قدم مطلوب منه اليوم جهد ليقدر يكون بالمكان الصح ويقدم صح يعني. تماما، مطلوب منه جهد عالي أكثر من الشهادة الجامعية أو المعهد أو الدورة أو إلى آخره. مطلوب منه أنه هو يشتغل عن جد على حاله، يشتغل بالخبرة بشكل كبير، من علم نفس لدورات للغة جسد، لا كل المجالات لازم يطور حاله. كل ما تطور هو المستفيد، وهذا الشيء بتشتغل عليه التنمية البشرية. اليوم التنمية البشرية بشكل غير مباشر عم ترفع المستوى المعيشي للشخص، لأنه اليوم عم تقدم له دورات، عم تقدم له خبرات، عم تعطيه مهارات، هو زادت له المستوى المعيشي لشخصه بدون ما يحس، لانه امنت له فرصه اعلى. انا اليوم موجود عندي كذا وكذا وكذا وكذا، معناتها انا موجود عندي خبره وموجود عندي وظيفه اعلى، صار فرق دخل اعلى. حتى المجتمع بشكل عام لما يكون عنده خبره عاليه بشكل عام بيتطور المجتمع. فهذا بيشتغل عليه كمان التنميه البشريه والموارد البشريه بيشتركوا فيهم سوا. لازم يكون عنده كمان استاذنا الكريمه يكون عنده قدره على تحمل ضغط العمل اللي هي دائما موجوده بالسيفيات الحمد لله، بس ما حدا بيطبقها. الضغط عليه عالي جدا، هو عم يتعامل مع كتله بشريه كبيره، عم يتعامل مع مدراء، عم يكون صله وصل ما بين الموظف والمدير. فتحمل كثير كبير، وعنده الموظفين من كل اطياف المجتمع. نفسيات مختلفة وأفكار مختلفة. تماما. فالمفروض اليوم أنه يقدر يغطي أو يتفهم هدول الأشخاص. بس قد اليوم التعويضات المادية مهمة لهذا الشخص؟ تمام، لمدير الموارد للأسف الشديد ما لها مطبقة بصراحة. دائما مثلا وغالبا إمتى بتكون؟ لما الشركة بتحب تغير شيء بسيط بالعمل، خط إنتاج مثلا، تشيل قسم وتحط قسم. فإذا طلب من موظف الموارد يقوم بدراسات طويلة، مدير الموارد بيقوم بدراسات كبيرة كتير، يعني شهر شهرين ثلاثة من أبحاث. بقول له شكرا. هلا هو بتكافئ بس بشكرا. تمام، ما بينام الليل وعم يدور. بشكل عام لا، ما في له ميزات. هلا هو لازم يكون له، وقد يكون شيء بسيط، وقد يكون بيعطيك العافية وشكرا. للأمانة لا ما بيصير، لازم يكون دبل الراتب أقل شيء، لأنه اليوم وقت أنت عملت شركة جديدة، إذا غيرت قسم وحطيت قسم، يعني بيتطلب اليوم اللي بمجال الموارد بيعرف شو عم نحكي، إنه اليوم نحن عم نقول تحليل وظيفي، وصف وظيفي، يعني هو دور على النت بده يشوف هاي الوظيفة شو هي، شو لازم يكون معه خبرات، هذا القسم صحيح. كم واحد بده يحتاج، شو هذا، شو بدنا نحطه موظفين، شو بدهم ادوات، شو لازم يكونوا دارسين، قديش بدنا نعطيه الراتب، بضل عم يدور ويبحث ويدور ويبحث. اخر شيء بيقول له شكرا لك، الله يعطيك العافيه، انت موظف عنا كثير جيد ونحن بنتشكر جهودك وتمام والحمد لله. اكيد. فالله يعينه. الله يعينه. هلا بالنسبه ل كنا عم نحكي عن المهارات ولغه الجسد، وقت حدا بيروح ليتقدم على وظيفه يمكن ما بتكفي بس الشهادات العلميه اللي هو بيمتلكها، مثل ما ذكرت لغه الجسد او المقابله بشكل عام ممكن هي انها تحكم عليه، مثلا اذا كان مجوز يكون متلبك او متوتر هذا الشخص، خصوصا انه بالمقابله الاولى، هذا الشيء ممكن انه ياثر عليه حتى لو كان بيمتلك شهادات علميه كثير. تماما. هلا في فكره هو الانطباع الاول اللي بيكون مدته من 3 إلى 7 ثواني، ماكسيمو 10 ثواني. تمام، هذا الانطباع الاول. اليوم نحن مقابله العمل والسي في تتطلب منك كموارد تكون تعرفها، وكأي شخص أنت بأي وظيفة لازم يكون عندك خبرة فيها. ليش؟ رحت أنا عن مقابلة عمل، أنا شخص كاتب له أنه عندي قوة شخصية وفن إقناع والعبارات هي الرنانة اللي بتنكتب بالسي في، تمام؟ ومو مخلي شغلة معاملة ويملك فن الطيران ومدري شو، إجا عن مقابلة فات ومن الباب خجلان ومتوتر ومتلبك. طيب أنا كمدير موارد أكيد شغلتي
في ناس احيانا اعلاميين بيطلعوا دائما بلحظه ما بيسيبون حالهم من التوتر. تمام. هي الفكره. انا برعي هذا الموضوع. طيب غيرت له الموضوع كليا عن المقابله، بلشت اساله كيف كان الطريق، المواصلات، خفف الضغط. حكيت له موضوع ثاني. شو المواصلات عملت له اللبكه لبين ما وصل؟ هي اجباري تعمل له لبكه. تمام، وبدك تضل محافظ على اناقته وطالع بمواصلات، هي لبكه لحالها. طيب خففت عنه الضغط وبلشت معه مقابله واحاديث ومسحه، وضل متوتر وضل متلبك وضل عم يعبر غلط، وقعد لي بشكل انطوائي وحركات لغه جسده باينه انه توتر عالي، من بين تشابك ايادي وما بين الكوع ضابهم هيك وما له قاعد مرتاح. طيب اوكي، انت عم تقول لي شخص تملك خبره، شخص تملك شهاده، معناتها في شيء غلط. ببلش انا بشوف مثلا عامل دوره تدريبيه بمجال فلاني، بساله عن الدوره بشكل تفصيلي، عندك خبره بهذا الموضوع؟ ببلش بساله بشكل تفصيلي. هون بقى الخجول كتير، رح يكون اجوبته كتير بعيده عن الواقع، ما عنده التفاصيل الصحيحه. يعني هو بشكل فعلي بس معبي السي في، حتى مو حافظ السي في بيكون. لهي الاهميه انه انا اليوم اعرف لغه الجسد الصحيحه بالمقابله. طب انا لو كنت بدي العب هي اللعبه لانه انا اليوم لاقي فرصه حياتي فحاطط شغلات كتير بالسي في، طب اقل ما هنالك اتقنها، اعمل لغه جسد صحيحه، اعمل تدريب انه انا اليوم عملت مقابله عمل كون ناجح. عبر عن حالي صح. ولكن قد ما كان الإنسان ناجح، قعدت معه الأول مرة، قعد قدامي بطريقة كتير هو خجول، كتير متلبي، كتير انطوائي، كتير كذا، أنا رح أقول عن هذا الشخص غير ناجح. للأسف عم يسوق عن حالهم غلط. والسبب الكبير اليوم اللي عم يساعد بهذا الموضوع هو وسائل التواصل الاجتماعي. يعني اليوم متعود الشاب أو البنت أنه من وقت فاق لوقت نام هو على الجوال، تماما احاديثه بيحكيها ضمن الجوال، ما بقى في تواصل فيس تو فيس، ما بقى في هذا التواصل الاجتماعي. ما في للاسف. لا والله، يعني حتى في ناس عندها افكار ابداعيه نحن عم نشوفها. تمام. كمجالي انا برئيس لجنه اعداد التنميه الفكريه بالاتحاد الشبيبه، فانا عم شوف شيء انه في طلاب بيقول لي انا عندي فكره كثير حلوه بدنا نطبقها، بقول له احكي لي، بيقول لي لا خلينا نحكي على الجوال. تعود ما بيحسن، تلاقيه متلبك كذا، انا شو بقول؟ ما بعرف، هذا الشخص يبدو عم يبيع حكي. بتفاجئ لما يحاكيني، حاكيني بافكار كثير كبيره، بتفكير شخص عمره 30 سنه و40 سنه، بس ما قدر يحكيك اياهم وجه ما في تواصل. هذا الشيء له علاقه بالشخصيه، يعني تماما مو باللقاء الاول، بالشخصيه الاولى يعني للشخص. بسؤال اخير وسريع كرمال الوقت، اليوم شو اهم الاخطاء اللي ممكن موظف التنميه الموارد البشريه انه يقع فيها؟ الأخطاء اللي بيوقع فيها هو الأول شيء والأساسي اللي حكينا عليه من شوي، لما نشوف شخص قدم ما أعطيه مكافأة. أنا هو طالب مني كلمة شكر أوكي، بس بده مكافأة، بده أحسسه أنه أنت عملت شيء. رقي يا أخي، حطه بمكان ثاني، طوره، قدم له لو مكافأة أنت معنويا، شغلة، صورة، هدية، مثل ما نشوف الشركات بأول السنة عم يقدموا هدايا. هدية بسيطة، هي عامل تحفيز يعني له. بس لو اليوم كانت يعني الوضع ما أنه متحمل لا الهدية ولا الشيء الترقي، يعني اليوم مفروض يكون الجهد عم بيناسب خلينا نقول الوضع المادي أو القيمة المادية عم تقدم لهذا الشخص. هون أستاذ حضرتك عم تحكي بالأخطاء اللي ممكن يوقع فيها المدير المؤسسة، ولكن كموظف يعني كموظف موارد هو المسؤول عن هذا الموضوع، موظف الموارد هو بيرفع كتاب للمالية أنه خصصوا لي ميزانية، ولكن هو المسؤول. نعم. بيشتغل، ممكن يشتغل على شيء معنوي، يعني مو دائما عم تكون الشغلات ماديه، ممكن شيء معنوي، احيانا هديه معنويه، شغله مكتوب عليها اسمه وكذا، بتعني له كثير. تمام؟ فهي الفكره. فاكيد يعني موضوع الموارد البشريه هو بحر مثل ما قلنا بالمقدمه، ومهارات كثير مهمه بيمتلكها الانسان، ودائما بحاجه انه يواكب كل التطورات. بنتشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها. اهلا وسهلا فيك استاذ. اهلا وسهلا بحضرتكم وتشرفت بوجودكم. نتشكر حضورك معنا ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك.